صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في وقفتنا اليوميه في هذا الصباح، دائما في بلاط صاحبه الجلاله، اطلاله سريعه على اهم الاخبار في صحف اليوم الخميس. واسمحوا لي هنرحب بالاستاذ سلامه حربي نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي، هيصحبنا في هذه الجوله. اهلا بك يا استاذ سلامه. اهلا بحضرتك استاذ حسام، واهلا بكل الساده المشاهدين. خلينا نبدا من الاخبار، واول خبر معانا بيقول السيسي وبوتين يؤكدان قوة ومتانة العلاقات في اتصال هاتفي، الاتفاق على تعزيز التعاون الاستخباراتي بين البلدين وتحسين أمن الطيران لاستئناف الرحلات. طبعا موضوع الطائرة الروسية ما زال بيلقي بظلاله، والتصريحات ما بين يعني قالتها روسيا وغيره، بس الحمد لله يعني متانة العلاقات دايما يعني كانت هتقف صد في وجه هذه الضربة. طبعا العلاقات المصرية الروسية علاقات وطيدة وممتدة، ساعدونا في بناء السد العالي، إقامة مجمع الحديد والصلب، مجمع الألمنيوم في نجع حمادي. العلاقات المصرية الروسية علاقات وطيدة وممتدة، وإن حادث الطائرة ده حادث يعني إرهابي تعرضت له مصر كما وبيحصل في كل حته في الدنيا، دول العالم، واحنا شفنا تفجيرات فرنسا ولبنان وغيرها، وإن داعش دلوقتي بتهدد كل الدول الأوروبية اللي هي بتشن حرب عليها في سوريا. بس أنا بنتهز هذه الفرصة وإحنا نعمل أكتر. يعني كان من المفترض على الحكومة المصرية إن هي تعلن الحداد ثلاثة أيام عند سقوط الطائرة دلوقتي، وكان من المفترض أيضا أن يقوم رئيس الوزراء وبعض الوزراء باصطحاب يعني بمرافقة أشلاء الضحايا عندما سافروا إلى روسيا مع وفد شعبي من اعضاء يعني من بشكل ما نوع من انواع التضامن المعنوي طبعا. ودلوقتي عشان الدولة صديقه ان يتم تدارك ما يمكن تداركه، انا بدأ الحكومه المصريه اللي هي تقوم بعمل نصب تذكاري لضحايا الطائره الروسيه في شرم الشيخ او في الحسنه، وتكلف شركه ولا تكن شركه المقاولون العرب او الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه باقامه نصب تذكاري في شرم الشيخ او في منطقه الحسنه في شمال سيناء في المنطقه التي وقعت فيها الطائره، ويتم بعد اقامه هذا النصب التذكاري دعوه اهالي واسر الضحايا لزياره النصب التذكاري على نفقه الحكومه المصريه كنوع من التضامن مع روسيا وهؤلاء الضحايا واسر هؤلاء الضحايا البالغ عددهم 224. طيب مازال التعاون الاستخباراتي بين البلدين، يعني هو يعني كاتبين هنا تعزيز التعاون الاستخباراتي، والتعاون الاستخباراتي طبعا دلوقتي الدول العالم كلها في تعاون استخباراتي، بالذات لما احنا بنتكلم في حرب على الارهاب في العراق وسوريا واليمن وليبيا والدول الاوروبيه وفي روسيا نفسها. نعم. فلازم يكون التعاون الاستخباراتي طبعا على التعاون الاستخباراتي لابد ان يكون على اعلى مستوى، سواء مع الجانب الروسي او مع كف يعني احنا مع الامريكي البريطاني الفرنسي، واحنا دلوقتي يعني بندين ونشجب الموقف البريطاني، لانها اجهزه المخابرات البريطانيه زي ما اعلن ديفيد كاميرون اللي كانت عندها اخبار او عندها يمكن قصدت اتصالات هاتفية من المنطقة قبل سقوط الطائرة أو أي مكالمات، كان لابد أن يحدث تنسيق على الفور مع المخابرات المصرية، لأن الإرهاب دلوقتي ما بيستهدفش، يعني هم صنعوا الدول الأوروبية وأمريكا تحديدا وبريطانيا صنعوا داعش، والآن انقلب السحر على الساحر، فلابد أن يتكاتف العالم أجمع لمواجهة الإرهاب. يعني مصر لوحدها مش هتظل بمفردها تحارب الإرهاب، لابد أن يكون هناك إجماع دولي واتخاذ خطوات على الأرض، يعني أمريكا صحيح. مثلا طب أستاذ سلامة، يعني إحنا طبعا موعد الموجز، خلونا نطلع فاصل سريع وآخر الأخبار ونعود نستكمل الصحافة اليوم. شكرا زميلنا محمد عبد الله واخر الانباء، ونستكمل معاكم قراءه في صحف اليوم، وبنرحب تاني بالاستاذ سلامه حربي نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي. اهلا بحضرتك يا استاذ سلامه. هننتقل الاهرام واقصى درجات الحظر والاستعداد القتالي، الاعلى للقوات المسلحه يبحث الامن بسيناء والاوضاع في سوريا. وطبعا ده مرتبط بالخبر اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو السيسي وبوتين يؤكدان قوه العلاقات بين مصر وروسيا. طبعا اجتماع المجلس الاعلى او مجلس الدفاع الوطني برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس كان توقيته طبعا في ظل التحديات التي تواجهها مصر، وخاصه بعد ان اعلنت روسيا الرئيس الروسي بوتين ان الطائره تمت
يعني تفجيرها بقنبلة بدائية الصنع، فهناك تحديات تواجه مصر، وحضرتك والسادة المشاهدين عارفين التحديات اللي مواجهها على الحدود الغربية مع ليبيا، واحنا عندنا حكومة يمكن إخوانية في السودان، ودلوقتي داعش بدأت تستولي على مناطق واسعة جدا في ليبيا، فأنت عندك الحدود والجيش المصري بيشن حرب دلوقتي، بيواجه حرب شعواء، بيشن حرب شعواء على بقايا الإرهابيين من كتائب القسام ومن التنظيمات التكفيرية المختلفة في سيناء، فمصر دلوقتي بتواجه حرب نياب إرهابية، بتشن بمفردها حرب على الإرهاب في المنطقة، والحدود مفترض اللي هي بين الدول مفترض بتبقى مسؤولية تأمين الحدود من الدولتين، عندك حرس حدود مثلا في مصر، انت عندك دول مش موجودة، يعني انت يعني الجانب الليبي لو كان في حكومة موجودة في ليبيا وفيه دولة مسيطرة على حدودها في ليبيا دلوقتي، كان الجانب الليبي هيأمن من جانب، وانت بتقوم بتأمين الحدود بدور دولتين، بدور الدولة المصرية وبدور الدولة اللي هي مش موجودة في ليبيا، واحنا واخطار دلوقتي بتهدد مصر، وانت عندك على الحدود الشرقية مع حماس وقطاع غزة وغيره، ففعلا احنا يعني مصر بتمر بمرحلة فاصلة في تاريخها، ولا بد من التكاتف، وما زال هو الجيش هو يعني الحامي، هو عمود الخيمة، الجيش هو عمود الخيمة، هو اللي بيحمي، احنا شايفين كل الدول للمؤامرات اللي بتحك، احنا مش هنقول مؤامرات ككلمة بتقال او لا، هي فعلا في اعاده تقسيم للشرق الاوسط، عاوزين يعملوا دويلات لكي يضمنوا امن وسلامه اسرائيل، زي ما اسرائيل دوله يهوديه دلوقتي عاوزين يعملوا دوله اسلاميه اللي هي داعش، وعندك دوله اللي هي سنيه ودوله شيعيه ايران، عاوزين في اعاده رسم للمنطقه، ولكن مصر وكله هيصب في مصلحه اسرائيل، كله هيصب في مصلحه اسرائيل، وبيصب في مصالح القوى العظمى، لانها داعش هي بتعمل ايه؟ بتنقب عن البترول وكل وتقوم بتصدير البترول في المناطق التي تستولي عليها بأبخس الأسمان للدول الأوروبية، ومين اللي بيمدها بالسلاح؟ فالدول الغربية بتمد سلاح، احنا نقتل أنفسنا بأنفسنا بالأسلحة، ونقوم بتصدير المواد الخام وتنهب خيرات هذه الدول بأبخس الأسمان، فهي بتحقق الأمن، ولكن دلوقتي انقلب السحر على الساحر، وبدأت العمليات الإرهابية تطول افريقيا، تطول الدول العالم المتقدم، واصبحوا الان ليسوا بمنأى عن الارهاب، فالارهاب دخل عقر دارهم، ولابد من التكاتف الدولي لمواجهه الارهاب، يعني حضرتك لو شفت امريكا لم بوش وجد 3 أشهر فقط حتى قام بغزو العراق وتفتيته وتركه للفوضى، 3 شهور فقط وامريكا وقوات التحالف غزت العراق وقضت على نظام صدام حسين، 3 شهور طبعا من الماين ليفل، احنا دلوقتي بقالنا سنه بيحاربوا داعش، مفيش حرب، ده هم في ليبيا لما استغوقوا 3 أشهر ايضا او 6 أشهر وانهار نظام القذافي ودول الاتحاد الاوروبي وسابوا ليبيا مرتع للفوضى، طب انتم ما بتواجهوش داعش ليه بنفس الاداء وادعيته اللي فيه في العراق اسلحه محرمه واسلحه نوويه وطلع كله كلام في شنك، انتوا ليه ده بيتفسحوا مع داعش؟ يعني اللي قلب الموازين في سوريا هو تدخل بوتين وتدخل روسيا. طيب خلينا نروح طبعا فرنسا، وبرضو يعني الكلام مستمر على يعني على نفس الموضوع، في مصر اليوم الشرطة الفرنسية تلاحق العقل المدبر لهجمات باريس ومقتل 2 واعتقال 7 في أكبر عملية مداهمة في سان دوني ومصير مجهول لأباعود. طبعا احنا عارفين ان يعني كان في معركة جامدة جدا في سان دوني، والسان دوني ده طبعا يعني يعتبر حي ضاحية من ضواحي باريس، وعملية في 2 اتقتلوا وبينهما انتحاريه كانت لابسه حزام ناسف، السيده نسفت نفسها بحزام ناسف وتم مقتل 2، واحنا دلوقتي شفنا فرنسا والرئيس اولاند بيدعو يعني اجتمع مع رؤساء البلديات او الموجودين امبارح وقال لهم ان فرنسا بتواجه حرب، وقال يمكن تعيش فرنسا زي رئيس عبد الفتاح السيسي تحيا مصر، حتى ودلوقتي بيدعو لتعديل الدستور حتى يدي سلطات. طيب السلامة هنا في يعني في مفارقة غريبة جدا، يعني فرنسا عملت قانون الطوارئ ونزلت الجيش
وثلاث شهور قانون الإرهاب، ويعني شايفنا ما حدش قال ليه الجيش نزل وليه مش عارف ايه وليه ايه، زي ما بيحصل عندنا هنا من اعلامنا الداخلي قبل اعلام الاعلام الخارجي. يعني احنا في مصر كنا في ثورتين ورا بعض، ثورة تصحيح كان عندنا جماعة إرهابية بتحكم وغيره وغيره وغيره، وكل حركة الجيش يعملها لحماية البلد يقول لك الجيش بيعمل كذا. اللي يعني ليه ما حدش اتكلم على فرنسا؟ هناك في ضوابط، في اعلام مسؤول. انا اختلف مع الاستاذ حسام، اختلف مع السيد رئيس الجمهورية، اختلف مع الحكومة، لكن ما اختلفش على مصر. هناك ما بيختلفوش على فرنسا، عندهم ناس وطنيين، مصلحة البلد ماشية فين. هل كل اللي موجودين رؤساء البلديات وكل اللي موجودين من القوى السياسيه والاحزاب اللي موجوده في فرنسا هل تؤيد سياسه الرئيس اولاند؟ لا تؤيده، ولكن بيصطفوا. يعني في برضه حاجه، واحد من المعارضه كان مستضيفينه على البي بي سي، فبيقولوا له انت شايف اولاند هيمشي ولا قال لهم مع اختلافي مع اولاند، بس اولاند مش مهم الوقت، المهم فرنسا. المهم فرنسا، وقال لك تعيش فرنسا. فالناس دي بيصطفوا، ما فيش اعلام ماجور ولا اعلام بيعمل لمصالح خاصه ولا بيعمل لصالح رجال اعمال ولا بيعمل لصالح بيزنس او ده اعلام. هناك اعلام مسؤول، فيه مسؤوليه تجاه الدوله. نعم. اعلام بيصطف وشعب مثقف فاهم برضه وشعب واعي. انت لما تشوف فرنسا دلوقتي بتبص لها بتلاقي الاعلام بتاعها متكاتف مع الرئاسه، مع قوات المسلحه، مع الشرطه، ما فيش هجوم، ما فيش انتقادات حاده. حتى لو في انتقاد بيبقى انتقاد للصالح العام، لمصلحه. احنا عندنا اعلام بالعكس، اعلام لا. يعني حتى لما حد بيبص في صوره مصر ويلاقي الاعلام المهترئ، الاعلام والنشطاء السياسيين وكل من ليس له علاقه بالاعلام يقول انه اعلامي، انت الوضع الداخلي بيبقى صعب. الدول بتبص لك، بتبص لاعلامك، بتبص لسياستك الداخليه، بتشوف مرآه الاعلام ده مرآه الوطن. فاحنا عايزين الاعلام يقف، يعني بيقوم بدوره الوطني مع الدوله، يكون عنده مسؤوليه تجاه الوطن. لما احنا ممكن نختلف على السياسات المتبعه، ممكن نختلف على كل حاجه، لكن مش هنختلف على وطن. صحيح. مش هنختلف على مصر. صحيح. احنا دلوقتي مصر احنا مش هنختلف على حرب الارهاب، لان يعني بيدخل بيطول الجميع. ولازم نعرف اللي احنا في مصر بنمر بمرحله فاصله ومرحله فارقه في تاريخنا الحديث، وفي تحدي اقتصادي. لما دلوقتي الحادثه اللي حصلت دي، الطائره الروسيه، انت عندك السياحه المورد الوحيد اللي كان بيدخلك عمله صعبه، المورد ده انضرب. فالمسألة احنا دلوقتي مفترض نتكاتف، وما فيش حد هيقدم لنا حلول سحرية من الخارج. احنا لازم نقوم نقدم حلول. وقت السحر انتهى، وقت السحر انتهى. احنا لابد انتهى. وانت لو دولة قوية واقتصادك قوي داخليا، كل دول العالم هتحترمك، لان صحيح. علاقات الدول قائمة على المصالح وعلى قوة هذه الدول. صحيح. نعم. طيب هنسيب بقى موضوع الإرهاب وخلينا نروح للأخبار. ومنشد بيقول غدا بدء الصمت الانتخابي والاقتراع الأحد والاثنين العليا للانتخابات، الخرق يعرض المخالف لعقوبة الشطب والغرامة. طبعا المرحلة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات هتبدأ يوم الأحد والاثنين داخليا والسبت والأحد خارجيا. عملية الصمت الانتخابي كيف تبعتها في المرحلة الأولى، ومتوقع يحصل إيه في المرحلة الثانية؟ طبعا الصمت الانتخابي بيبدأ يوم الجمعة، لأن خلاص يعني آخر خلاص يوم. هو غدا بعد الظهر بالظبط، بعد الظهر هيبدأ، أو يمكن هيبدأ مرحلة الصمت الانتخابي. ولكن أنا بلاحظ إن فيه يعني بالنسبة للمبلغ اللي مرصود للدعاية الانتخابية، في أحزاب وفي قوى سياسية وفي مرشحين مستقلين بيتخطوا هذا الحاجز. يعني عاوزين يبقى فيه بكتير جدا، بكتير جدا. يعني بنشوف صفحات كاملة صفحات كاملة ودعاية، وإحنا مش عاوزين. يعني أنا بدعو السادة أو السيد الناخب إن هو ينتقي، لأن مجلس الشعب، المجلس النواب القادم ده هو الأخطر في تاريخ مصر. فعلى سيادة الناخب اللي هو اللي ترجع له الكلمة العليا في اختيار نواب الشعب أن ينتقي النائب الذي يتمتع بشفافية، النائب الذي لم يتربح، لم يسرق أراضي أملاك الدولة. عاوزين نواب جدد، نواب من الشباب، يكون لديهم شفافية ويكونوا فعلا بيحبوا البلد دي وبيعملوا ويكونوا متواجدين بين الناخبين، يكونوا موجودين بين اهالي دوائر. طب لو رجعنا لموضوع الدعايه الانتخابيه،
انت شايف يعني المفروض ان في حد اقصى للدعاية الانتخابية؟ هو احنا في كل الاوقات قلنا ان فكرة ان انت تحصر الحد الاقصى دي صعبة، وده احنا بنشوف زي ما حضرتك قلت صفحات في الجرائد بالملايين، اعلانات في الشارع والبنرات في الشارع والعربيات اللي بتمشي بالميكروفونات. احنا لو جينا نحسب ده هيعدي المفروض الحد الاقصى لصرف كل من المرشحين. فكرة دخوله بقى في الصمت الانتخابي والخروقات وازاي نحاسب والكلام ده كله، احنا يعني عشان نبقى موضوعيين، احنا في بداية مرحلة ديمقراطية جديدة، احنا في مرحلة انتقالية. الانتخابات دلوقتي يكفي الانتخابات شفافية، وليس هناك اي نوع من انواع التزوير، وانها بتتم بشفافية وتحت اشراف قضائي كامل وبتأمين من القوات المسلحة والشرطة. فدي ده مكسب، احنا نبص لنصف الكوب المملوء، فده مكسب كبير جدا اللي ما فيش تزوير، ما عادش بيتم تزوير. طيب، إرادة بما انك انت دخلتني بقى في قصة التأمين وكده عشان ناخد معانا الشروق بالمرة بتتكلم على الموضوع ده، فمنشرة الشروق بيقول دوريات مسلحة لحماية العاصمة في الانتخابات، مدير الأمن نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وجنوب سيناء تستعد للنواب ب 3000 ضابط. يعني احنا بنتكلم، هما طبعا هنا بيتكلموا على العاصمه بس اكيد طبعا كل المحافظات اللي فيها انتخابات، كل المحافظات اللي فيها انتخابات المرحله الثانيه سواء القاهره وجنوب الدلتا او شرق الدلتا فيها تامين. وفكره برضو ان يعني الامن او الحكومه او الشرطه او ايا من كان بيقفوا مسافه واحده مع كل المرشحين. انا احب اركز على الجزئيه دي تحديدا. تمام. لان فعلا الدوله باجهزتها المختلفه لا تتدخل من قريب او من بعيد في في في, في العمليه الانتخابيه، وانها فعلا بتقف على مسافه واحده من كافه المرشحين. ده ما كانش موجود قبل كده، وحصل في الجوله الاولى من الانتخابات مفاجات. في شباب نجح بيخوض المعركه الانتخابيه لاول مره، ووجدنا ان هناك خمس سيدات اكتسحنا في المرحلة الأولى وفزنا. فبنلاقي متغيرات جديدة على الأرض، وإحنا بنأمل، إحنا لسه في سنة أولى ديمقراطية، فالانتخابات القادمة وإحنا وجدنا. طيب لو إحنا عايزين ندخل ده في الخبر اللي فات ونتكلم برضو على الدعاية الانتخابية، شفنا إحنا قبل كده الرشاوى الانتخابية بجميع أشكالها، إذا كانت فلوس، إذا كانت شراء أصوات، إذا كان سلع ومش عارف إيه، وآخر مرة شفنا الوقت بقى السوفالدي بيتباع يعني ببلاش، بيدول الناس والعلبة بتتباع بقد كده. يعني شايف الكلام ده قدرنا نسيطر عليه في ده، والوعي الناخب بدأ يرتفع ولا لسه؟ طبعا يعني احنا مش هنقول احنا وعي الناخب ارتفع بدرجة 100%، لكن وعي الناخب لان برضو الحاجة ساعات هي اللي يعني اللعب على وتر الحاجة عند المحتاجين. طالما هناك فقر وجوع لا يمكن ان تمر العملية الانتخابية بشفافية بنسبة 100%، لان الانسان المحتاج لا يمكن هيكون امتى ما بيحصلش رشاوى انتخابيه؟ لما تكون في منطقه في دوله كل المستوى الاجتماعي للمواطنين كويس، المواطن مش هينزل يقف في الطابور عشان ياخد كيلو زيت او كيلو سكر. صحيح. ما واحد مريض الدوله موفره له تامين صحي شامل وعلاج كامل، ولو عنده فيروس سي هياخد السوفالدي او العلاج بشكل كريم وشكل محترم، مش هيقف في طوابير احد الاحزاب عشان ياخد السوفالدي مجانا. لكن حصل وعي عند المواطنين، وانت شفت الاحزاب الدينيه لم تحصل على يعني حزب النور حصل على 8 مقاعد، فهناك وعي سياسي يعني بدأ يرتفع. ولكن الوعي السياسي لن يكون لن يصاحبه وعي فعلا الا لما يكون برضه الوضع الاقتصادي مساعد. ودلوقتي الاحزاب السياسيه بدات، يبقى احنا كنا بنتهم الاحزاب السياسيه ان ما لهاش وجود في الشارع، ولا هي احزاب كرتونيه واحزاب ورقيه. دلوقتي الاحزاب السياسيه بدات سواء اصبح لها وجود في الشارع. حزب المصريين الاحرار حصل على 31 مقعد، حزب مستقبل الوطن اللي عمل مفاجاه 30 مقعد. فحصل هناك دلوقتي يعني ما فيش حزب حصل اغلبيه،
يمكن ما عدا قائمه في حب مصر اللي هي فازت في المرحله الاولى. بس ده مش حزب، مش حزب، دي قائمه بس القائمه دي بتمر بتضم ممثلي الاحزاب. نعم. السياسيه خمس مرشحين من حزب الوفد، في خمسه من حزب المصريين الاحرار، فده ائتلاف. وهم في الاحزاب دي كلها اللي هينجح في قائمه في حب مصر من الاحزاب هينضم للاحزاب. احنا عايزين الاحزاب في المرحله تنافس على برامج انتخابيه واضحه. يبقى هي ما زال برضه هي دي النقطة، اللي فيها قصور شديد، ان فكرة ان الناخب بينتخب على السمعة او على المعرفة او على القرابة او القبلية، لكن فكرة ان انا بقدم برنامج انتخابي ده نتمناه يعني في المؤتمر. عاوزين حتى كده يبقى فيه تنافس على البرامج الانتخابية. صحيح. فيه برامج انتخابية واضحة لكل حزب، لان هو ده الاساس في العملية الانتخابية. لكن كله ما يقولش هحارب الفقر وهعمل عدالة اجتماعية. لا، لازم يكون في خطة، كل حزب يكون ليه خط سياسي معين. تمام. واضح. طيب اسمح لي ننقل على مصر اليوم وموضوع تاني خالص عن الانتخابات، بس ملف من الملفات المهمة والما زالت مفتوحة يعني في القضايا المصرية المهمة. اثيوبيا تؤجل اجتماع سد النهضة بالخرطوم وتحركات لعقد الاجتماع السداسي قبل نهاية العام. طبعا مازال ملف سد النهضة عامل لنا مشكلة وعامل لنا صداع. اثيوبيا شغالة في السد وهتخلص قبل ما احنا ندخل حتى المباحثات. للأسف الشديد، وانا بقولها يعني للأسف الشديد، احنا بندير سد الملف ملف سد النهضة بشكل يعني مش مدروس ولا بشكل علمي. ليه؟ لأن اثيوبيا بتتبع السياسة الإسرائيلية مع الفلسطينيين. نعم. يعني اثيوبيا بتقلد إسرائيل في سياستها، ان هي بتماطل وتقوم بعمل تمييع للقضية وتهرب من الاجتماعات. ولغاية دلوقتي احنا ما خدناش وعد او التزام مكتوب من اثيوبيا. لسه مستنيين المكتب الاستشاري ونتفق على المكتب الاستشاري يطلع يعتذر ولا غيره. في اختلاف بين المكتب الاستشاري الهولندي اللي ده مكتب له تاريخ وله بصمه وله سابقه اعمال في ملف تقييم السدود واثارها البيئيه، واثيوبيا عايزه تفرض علينا المكتب الفرنسي اللي هي بتتعامل معاه، ومكتب اللي هو هيعمل اصلا وتشغل في السد وهو اللي هيكتب التقرير بنسبه 70%، وعاوزه تدي المكتب الهولندي 30%. المكتب الهولندي رافض لان هو اكثر خبره، يعني عشان يخلي المكتب الفرنسي اللي هو يكتب التقرير النهائي ده بيعليه عليه، يعني بيرفع اسهمه دوليا. يعني تضارب المصالح، تضارب المصالح. فاحنا دلوقتي بندعو الحكومة المصرية انها تتحرك امام الامم المتحدة. احنا دلوقتي مش عايزين نتكلم عن السد. والسد احنا خطر السد الاثيوبي علينا الخطورة. نعمل دراسات بيئية على السد وهيؤدي الى قتل الاحياء الاسماك في مصر، هيؤثر على المزارعين، هيؤثر على مصر ازاي. لكن اهم ان انا اتحرك دوليا، ان انا عايز اضمن حصتي في مياه النيل، حصتي اللي هي 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا. ده اتفاوض معاه اصلا، وعايز اصر على ان نهر النيل ده نهر دولي. صحيح. وليس نهر عابر للحدود بين الدول. يعني اثيوبيا بتصر على ان نهر النيل ده نهر عابر للحدود بين الدول، لا ده نهر دولي. وان مصر دي كانت بتملك يمكن السودان، واثيوبيا كانت تتبع الحكم حكم مصر. يعني فمش احنا ندافع عن حقوقنا، ندافع نركز على حق مصر في ال 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا. ده الاساس. تمام. طيب خلينا نروح لخبرنا الاخير، هيكون من الاهرام وحاجه ممكن يعني تخفف من وطئه حده الاسعار. 15% تخفيضات على السلع الغذائيه بالمحال الكبرى بعد اتفاق وزاره التموين والغرف التجاريه على التخفيضات. طبعا يعني المواطن بقى ربنا يكون في عونه، ارتفاع جنوني في الاسعار، الحكومه بتحاول تسيطر من هنا ومن هنا، يعني ادي احنا بنحاول نشوف. في ظل وجود سوق حر وسوق مفتوح لا يمكن لاي حكومه في العالم انها تسيطر على اسعار. لكن تسيطر على اسعار امتى؟ اطرح البديل. اذا كان في جزار مثلا بيقوم بذبح الذبيحه ويبيع الكيلو ب 90 جنيه وفتح مثلا من الساعه 10 الصبح، قبل الساعه 2 كان باع الذبيحه بتاعه، هيرخص الاسعار ليه؟ مفيش داعي. ولكن اذا قام بعرض المنتج بتاعه وبعرض اللحمه بتاعته ولم يجد احد من المواطنين
يقوم بالشراء بهذا السعر ب 90 و 100 جنيه للكيلو سيضطر الى تخفيض السعر. بس هو في نقطة برضه يا استاذ سلامه، يعني عشان انا برضه متخصص في الاقتصاد، احنا هنا ما بنحاولش نسيطر على السوق، هو برضه فكره الحكومه ان هي تسيطر على السوق دي فكره ما عادتش موجوده بالظبط. بس في كل الـ يعني راسماليات العالم في قوانين رادعه للاحتكار وقوانين رادعه لل يعني الحاجات اللي زي كده، حاطين هامش ربح محدد يعني حد اقصى 35% ما حدش يقدر يكسب ما فوق. اقصده بالسيطره يعني في تشريعات وفي قوانين بتمشي على الكل وبتمشي بشكل كبير بنحجم فيه، لان في الاخر مصلحه المواطن هي الاهم. ما اقصده بالسيطره على الاسواق، يعني انا دلوقتي مش من المستحيل ان انا اعمل تسعيره جبريه سلعه معينه، ولكن صحيح. انا اواجه هذا السلعه ازاي؟ بعرض البديل. لما انا اتيح منتجات بتقدمها القوات المسلحه من خلال المنافذ الموجوده مع وزاره التموين، واتيح المنتجات دي سواء اللحوم الخضروات الارز المكرونه كل المستلزمات الاساسيه للمواطنين باسعار معقوله اوريدي، صحيح مع مجموعه ثانيه طبعا من اذا انا وجدت البديل الارخص والامن ووجدت لحمه موجودة محترمة سواء سوداني أو مستوردة من خلال منافذ القوات المسلحة أو بلدي الكيلو بخمسين جنيه لا يمكن ومتوفرة، لا يمكن أن أذهب للجزار الجشع واشتريها ب 90 جنيه. واحنا طبعا في النيل الأخبار غطينا المواضيع دي كتير، ونتمنى طبعا أن يعني يكون وصلت للحكومة ويكون عندهم فعلا، لأن المواطن أصبح بيئن تحت الاسعار الزياده في كل حاجه. الاستاذ سلامه حربي نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا. الف شكر استاذ حسام، والف شكر للساده المشاهدين، وفرصه سعيده جدا انها ومشاهدينا الكرام بالطبع دي كانت وقفتنا في بلاط صاحبه الجلاله، وكل يوم معانا هذه الوقفه في هذا الصباح، هذا الصباح مستمر معاكم وما زال لدينا الكثير من الحوارات حتى قبل العاشره بقليل. دعونا نخرج لفاصل سريع ثم نعاود.